هاي صواريخ، وين تتخبى؟ وين يختلوها؟ منين يجيبوها؟ كيف ينقلوها ومرروها من هالمنطقة إلى المنطقة الأخرى؟ طب بيش فلوس يشتروها؟ مش قد تكلفهم فلوس؟ هاي كلها لازم نضعها بالحسبان، وبالتالي نضع علامات استفهام على الجهد الاستخباراتي في كشف هذه الأسلحة والاعتداء. نعم أستاذ أحمد، المسدس ليس سلاح منفلت. معظم دول العالم، يعني حتى في العالم الديمقراطي سواء في أمريكا في أوروبا، يجاز في كثير من الظروف حملة سلاح المسدس الشخصي أو حيازته، وحتى إن كان في البيت في حال الدفاع عن النفس أو في حال وجود مسببات. هذا لا يسمى سلاح منفلت. الكاتيوشا والجراد والمسيرات أحيانا تستعمل، هذا هو السلاح المنفلت، هذا يشكل خطر. نعم أنا أتفق معك، والتساؤل هو في الشارع العراقي أيضا، من خلف هذه الإمكانيات؟ أنا ذكرت هناك فصائل مسلحة، ميليشيات خارج سيطرة الدولة، تعمل بالضد من الدولة، حتما لديها أجندات خارجية، هي الأقرب، واضح جدا بدون لف ودوران أستاذ أحمد، هي الأقرب إلى إيران. أجندات تعلن عن نفسها وتعمل بالضد من الدولة وتستعرض إمكانياتها بين الفينة والأخرى، هذه كلها تعمل تحت غطاء سياسي ولديها أجندات خارجية وحتما بالضد من قوى الدولة العراقية، ولذلك نضطر إلى تسميتها احنا قوى لا دولة، لكن للأسف هي لديها تواجد. الجهد الاستخباراتي موجود وفاعل، والدليل أنه يحقق كثيرا من حالة الاستقرار الآن اللي موجودة. إذا ما نظرنا إلى الخط البياني للعمليات الإرهابية التي تقوم سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، نشاهد أن الخط البياني في مستواه الصحيح، وأن انخفاض هذه الضربات، وفي بعض المحافظات انعدمت تقريبا هذه العمليات الإرهابية والإجرامية، هذه كلها تؤشر إلى الإمكانات الاستخباراتية بدون جهد استخباراتي، وكما ذكرت بدون تعاون المواطنين لا يمكن أن يتحقق هذا الأمن والاستقرار. أما هذه العمليات التي تفضلت بها، نعم منصات الصواريخ، طبعا للعلم المنصات هذه أستاذ أحمد تصنع محليا لأن كلفتها بسيطة جدا، وهذه القواعد هي لا تتجاوز بضعة مئات من الدولارات حتى هذه الصواريخ. لكن الإشكالية في عملية حرية التحرك، في عملية استغلالها، أحيانا هي حتما تكون في مناطق تحت سيطرات محددة وبعيدة عن الجهد الأمني والاستخباراتي، ومن ثم كما ذكرت الغطاء الذي تتمتع به هذه القوات، هي هذه الإشكالية حقيقة الكبيرة. لكن هذا اللوم لا يقع على الجهات الاستخباراتية والعسكرية، إنما جهد سياسي هنا تتحمل الطبقات السياسية، وما نشهده الآن من صراع، من عملية لي الأيدي يصل إلى درجة كسر العظم بين هذه القوى وتلك من أجل الحصول على المكاسب السياسية، المكاسب الحزبية، المكاسب المالية بالحقيقة.